في اجتماع بمحافظة القاهرة ضم قيادات وزارة الأوقاف للوقوف على آخر تطورات مشروع سكوك الأضاحي لهذا العام، والذي تهدف الوزارة به تعظيم ثواب الأضحية بوصولها كاملة إلى مستحقيها في محافظات مصر كافة خلال عيد الأضحى. وزارة الأوقاف تعلن حصيلة ما تم جمعه من بيع للسكوك خلال الأيام الماضية والمأمول خلال الأيام القادمة. مشروع سكوك الأضاحي ليس مشروع وزارة الأوقاف وحدها، هو مشروع الدولة، مشروع جهود مؤسسات الدولة المتكاملة لصالح الأسر الأولى بالرعاية في ضوء مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة لكل المواطنين المصريين. هدفنا نصل للمستحقين الحقيقيين، لا توجد لدينا لا أي مصروفات إدارية ولا إعلانية، قيمة الصك كاملة تترجم إلى أضاحي فيه بضوابطها الشرعية ثم إلى لحوم تصل إلى الفقراء. الحد الأدنى بإذن الله اللي هنصله هذا العام إن شاء الله وبنؤمله نصل حد أدنى لمليون أسرة، وإحنا البشائر هذا العام إحنا اقتربنا من 20 مليون جنيه، ده ما تم جمعه من طريق المساجد الكبرى فقط. المشروع يأتي كباب واسع ضمن أبواب التكافل المجتمعي لتوصيل العطاء إلى مستحقيه بكل عزة وكرامة دون أي مصاريف إدارية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والنيابية كونهم شركاء حقيقيين مع الأوقاف في خدمة المجتمع. في متابعة من وزارة الأوقاف والمحافظة، فكان لازم وفي توعية للمواطنين إن احنا نقول لهم يعني إيه هي الآلية اللي هي السكوك هيتم يعني تحصيلها، وفي أي قنوات هتم صرفها بحيث أنها توصل للمستحق ليها. نحتاج أن نجتمع جميعا، مؤسسات الدولة والوزارات والجمعيات الأهلية والأشخاص والأفراد، من أجل أن يتعاون هذا المجتمع يعني حتى نستكمل المسيرة، وكل المؤشرات الاقتصادية اليوم بفضل الله تتحسن بما يحقق الخير إن شاء الله للمواطن. العام الرابع على التوالي لمشروع سكوك الأضاحي من الأوقاف، والهدف الوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأولى بالرعاية وتعظيم الأجر. قبل حلول عيد الأضحى وللعام الرابع على التوالي، وزارة الأوقاف تطلق مشروع لحوم سكوك الأضاحي إيمانا منها أن يكون المواطن في كفالة الدولة وليس كفالة الأفراد من خلال وصول اللحوم لمستحقيها في محافظات الجمهورية كافة. وليد هيكل، التلفزيون المصري.